مرحبا، كيف أحوالكم؟ شوف الجو كيف عندنا، أمطار سبحان الله العظيم. والله وصلت لها أنا بالمطر، ما قد وقف، عاد وقف الآن والله سبحان الله العظيم. طبعا أنا عند البحيرة، هذا المباني كلها محظوظة لأنها جنب البحيرة. طبعا البحيرة هذا ما لها ظرف، والله العظيم سبحان الله. على حلا سبحان الله العظيم، وعلى جمال. ها هذا جزء، وهذا خط الهايوي، السيارة هناك بايدة، وهذا يطلع منه الكوبري يا بصري. أنا طلبة حق المدارس صار مروحين، هذا باص مدرسة قادم أو تلاحظوا شفتوا، هذا باصات المدرسة. وهذه هي البحيرة، بحيرة أونتاريو، تحت عجائب يعني أمريكا الشمالية سبحان الله، من بديع خلق الله هذه. ها هذا ممشى، طبعا هذا ممشى عريض طويل، يعني ما شاء الله يتمشى واحد فيه يتريض، لا حد يشيء في بعد ما يروح من عمله في الصباح الباكر في الأجواء العادية. ما في الشتاء بيكون بيكون منظف، بس برد، الجو بارد بيكون. الحين احنا في الخريف، في وسط الخريف. شوف الاجواء كيف فيه سبحان الله العظيم. هذه بحيرة شوفوا ما لها طرف سبحان الله والله العظيم. طبعا لها طرف بس في يعني بعيد، من كبرها كبرها كأنها بحر. ها لا اله الا الله، وقد نزلت ممالك، نزل مطر لا اله الا الله. هو الامان يجي نص ساعة ما وقف سبحان الله العظيم سبحان الله. طبعا هذا البحيرة بتغذي مدن، هذا البحيرة وغيرها بتغذي مدن كندية وأمريكية. والله ملايين الناس يشربوا منها سبحان الله العظيم. على حالها هذا بس حنو خريف، ولا قد شجرها كذا يابسة، ولا في الربيع، ولا هذا ما شاء الله بالصيف تروازع على يعني خضار كلها. ها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. ما يخلق الله لا اله الا الله. ايه الشقق الاهانه اللي على البحر لا اله الا الله. والله كل اجي اقولها انا ودي اشقها انا في هذا البحيره، في هذا العماير، ولا هذا كلها مناطق جميلة. هيا رجع المطر، والله انه رجع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يلا كنت اشارككم اللحظة معي سبحان الله. ها البط ولا هذا تسبح سبحان الله، لا اله الا الله، بعضها في السماء بعضها في البحر. يلا يلا هذه النظافة. دولة إذا بتعتني بالشخص بالإنسان توفر له كل شيء، والله حاجة الأساسية. والله ما بلداننا يعني ما تفتقر إلى هذا الأشياء، يعني مجرد أشياء بسيطة في بعض المدن. والله لكن نسأل الله السلامة يا رب. هذا حق الحريق في كل مكان، والله ما غير كل ما بين كن 500 متر يمكن واحد او اقل اقل، وضكه الثانيه ضكه، واللي وراها يمكن 200 متر، والله ما يتعدى 200 متر، والثاني ورا ورا ورا. هكذا في كل المدينه، حتى في المناطق الغير مأهوله، في الاشجار، في الاحراش، عشان لا قدر الله حصل شيء ولا شيء حريق يقدروا يضفوا. طيب يا اخوان سبحان الله العظيم. الله ألقاكم على خير إن شاء الله، أستودعكم الله.